تفاءلوا بالخير تجدوه. شوفوا أنا ببتدي معاكم حلقة النهاردة أنه ما زالت قنوات الاتصال مفتوحة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري إن شاء الله في مباراة الحد اللي جاي وهو على الهواء. قبل ما نختم الحلقة وقبل ما نخلصها بقول لحضراتكم أنه كان في تواصل بين دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، وتم الاتفاق على زيادة أعداد المسموح بها لحضور المباراة. حتى اللحظة وبشكل رسمي ما تمش الإعلان عن حجم الزيادة، لكن بإذن الله أملنا يعني في ربنا كبير طبعا. أعتقد مناسبة يعني مهمة جدا لكل مصر مش بس الأهلاوية، وإن شاء الله إن شاء الله عندي ثقة بإذن الله إن شاء الله إنه صورة الاستاد، شكل الاستاد، شكل الحضور الجماهيري، أداء الجمهور في المباراة هيبقى حاجة مشرفة بإذن الله لمصر، وواحد من أهم أسباب حسم الأهلي لمواجهة النهائي قبل ما نروح لكازابلانكا. طيب خلينا نتكلم على مواجهة كازابلانكا، وحشني كتير، وخليني اقول كمان وشه حلو اهو، جايب معاه اخبار حلوه. فاروق عصام بيشرفني النهارده بعد غياب كتير عن السادسه، واحد من الناس اللي بحب اسمعها جدا واسمع ارائها واسمع رؤيتها خصوصا فيما يتعلق باللقاءات الكبرى، هو ضيفنا النهارده في السادسه. ليك وحشه يا بطل. وانت ليك وحشه يا احمد، دايما ببقى مبسوط ان موجود معاك ومع جماهير النادي الاهلي. طبعا في البدايه بعزي كابتن اسلام الشاطر في وفاه والده، يعني ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مسؤول الجنه. ومبسوط دايما ان انا ببقى معاك. جاي في توقيت هو الاهم على مدار الموسم، مواجهه كلاكيت تاني مره، الاهلي والوداد كانوا برضو نهائي دوري الابطال السنه دي مع اختلاف الظروف والملابسات. السنه دي في تكافؤ فرص، في عداله ومساواه، البدايه في القاهره ثم العوده في كازابلانكا. اجمالا كده شايف، خليني اخد منك تقييم للفرقتين الاول قبل ما اشوف اروح للسيناريو ماتش الحد اللي جاي. شايف ازاي مشوار الفرقتين في البطوله يا فاروق؟ خلينا نقول ان مشوار الوداد في البطوله كان مشوار مش ممتاز قوي ومش سيء، هو مشوار متوسط او يعني فوق المتوسط بشويه. هو واحد من افضل الفرق الدفاعيه في البطوله، ولما نستعرض الارقام هنلاقي ان هو الفريق الاقل لاستقبال الاهداف، وده اللي ميزه شويه في البطوله وقدر ان هو يصعد بيه لمراحل متقدمه. كنت متوقع انه يوصل النهائي على حساب كذا. هقول لك حاجه، الوداد قبل سفين ما يجي حاجه، مع جريدو كان حاجه، وحاليا الوداد حاجه تانية خالص. الوداد الحالي شايف انه سفين فاندنبروك عمل تحول في فرق فتره كبير. شهر، لانه سفين كانت في مطالبات كبيره جدا من جماهير الوداد ان هو يجي من بعد اقالته او من بعد رحيله بمعنى اصح من الجيش الملكي، من الجيش الملكي، لان هو كان معروف في الدوري المغربي ان هو افضل مدرب، بصمته ما قدرش يحقق انجازات كبيره مع الجيش، لكن هو الجيش حتى قبليه ما كانش الفريق اللي بيقدر ياخد بطولات، لكن هو نافس على البطولات الدوري المحلي وقدر يرجع تاني بالجيش للبطولات الافريقيه. والجماهير المغربيه كلها سواء جماهير الرجاء او الوداد كانت عارفه ان سفين واحد المدرب البلجيكي طبعا واحد من افضل المدربين الموجودين في قاره افريقيا، ولما راح السعوديه كان في مطالبات حتى مع جريدو اللي قدر يحقق نتائج ايجابيه ويصعد بالفريق لنص النهائي، كان في مطالبات ان هو يجي تاني الوداد لان كان في كلام عن الرجاء وفي مفاوضات تاني مع اكتر من نادي في المغرب. فالوداد سبق وقدر يجيبه في وقت حرج، ما حدش توقع انه فريق صعد نص النهائي وفريق مكمل في بطوله افريقيا، النتائج المحليه شويه فيها تراجع، لكن كان قرار جريء انه يتعاقد مع سفين، لانه في الملعب انت لو شفت نتائج الوداد ممكن شويه النتائج بتروح وتيجي، لكن في الملعب الاداء كان يعني مش افضل حاجه، الجماهير ما كانتش راضيه عن الاداء تحديدا الاداء المحلي، فكان التعاقد معاه فرق بشكل كبير، لانه لما جه كمان فرق مع اللعيبه معنويا ونفسيا، وبدات الوداد هي معاه نفس الفرقه اللي كانت اغلب الفرقه اللي كانت بطل افريقيا وحقق الدوري المحلي، فما كانش في تغييرات فنيه كتير، لكن شويه كان في تاثر معنوي لعيبه الوداد، ولما جه سفين رفع المعنويات بشكل كبير، قدر ان هو يحقق فوز اعتقد انه هيفرق جدا جدا مع الوداد حتى في المستقبل، الفوز على صن داون، مباراه كانت صعبه جدا، كانت عنق زجاجه بالنسبه للوداد. هو ما فاز، هو يتأهل، هو تخطى صن داون، لكن ما قدرش يفوز على صن داون، قدر ان هو يتأهل في ملعب صعب جدا، واحد من اصعب الملاعب، لو كان جريدو موجود اعتقد كانت المباراه هتبقى محسومه لصن داونز بنسبه كبيره جدا، كان ممكن يكسبوا حتى في المغرب، لان جريدو كان فيه اهتزاز كبير جدا فنيا وفي عدم استقرار في الملعب. هو صحيح تولى المسؤوليه من حوالي شهر او اقل كمان من شهر، لكن في النهايه ما تقدرش تقول ان هو غريب على الكره المغربيه او غريب على الوداد او غريب اجمالا على الكره الافريقيه. انا قابلته هنا في السادسه وهو بيدرب الجيش الملكي، ولما كلمته عن الاهلي في الوقت ده حافظ الاهلي ومفصصه حته حته وعارف كل اللعيبه وعارف مين عناصر الخطوره وعارف مين عناصر المؤثره، فيعني هو مدرب جديد قديم، تقدر يعني ما تراهنش قوي على فكره ان تولى المسؤوليه من فتره قصيره، وان ده ممكن يكون عامل حسم في مباراه الحد اللي جاي. وبعدين الميزه كمان الفنيه انه عارف كويس اللاعب المغربي ويقدر ازاي يكسب بفرقه مغربيه اي مباراه، لان التعامل مع
الفرق المغربيه، سيبك من فرق شمال افريقيا، نتكلم على المغرب عموما، انت عشان تكسب بالفرق المغربيه في شويه اسرار وتريكات في الملعب، لو لعبت عليها هتقدر ان انت تعمل مباريات جيده وتقدر تخطف المكسب. لحد دلوقتي كل النتائج وانتصارات، حتى محليا قدر يفوز في مبارتين في اوقات كمان كان هو مش افضل فريق، يعني ضد المغرب التطواني اتفرجت على المباراه ما كانش هو افضل فريق داخل الملعب، كان المغرب التطواني كان افضل المباراه الاخيره، لكن رغم كده قدر يكسب 2-0 وحقق يعني وهو نفسه طلع في المؤتمر قال انا مش راضي على الاداء الفرقه واحنا كان عندنا مشكله. طب عايز اسالك حاجه، يعني انا هقول لك من وجهه نظر الجمهور واسمع راي المحلل الفني. انا كجمهور لما ببص على ماتشات الوداد او على مستوى الوداد السنه دي، تقييمي لي احس ان في دروب عن نسخه الوداد اللي قابلت الاهلي او اللي شاركت في بطوله افريقيا، بصرف النظر عن تتويجها، انا بكلمك مستوى وكوره، بحس ان في دروب في الوداد السنه دي عن الوداد اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت. خلينا نقول لو رجعنا للعيبه للعناصر اللي في الملعب، مين اللي اتغير؟ بنزا المهاجم اللي كان موجود، واشرف داري قلب الدفاع طبعا المتمرس وقلب الدفاع الدولي، اتنين لعيبه ما ياثروش على فرقه بالسلب بشكل كبير، ولكن زي ما قلت لك المعنويات شويه اتاثرت، وبعدين انت محقق انجاز محلي وانجاز قاري، وصلت للقمه، الحفاظ عليها كان صعب بالنسبه لعيبه الوداد، عشان كده كان في تاثر شويه في بدايه الموسم، ولكن مع سفين بدا الفريق شويه يتدارك نفسه، في تماسك واضح جدا في الخطوط، اللعيبه حتى نجوم الفرقه بداوا يلعبوا بشكل افضل. انت بتتكلم بس اقول للناس دي لقطات من اخر تدريب للوداد قبل ما يركب الطياره ويجي، هم اعتقد يمكن على وصول على وصول بالظبط كده للقاهره، ان هم اتحركوا خلاص وركبوا الطياره من بدري، بس دي لقطات من اخر ده مترجي زهير المترجي يعني. ده زهير صح؟ انا بشوف زهير ده واحد من اللعيبه المهمه في خط، انا بشوفه اخطر لعيب في في اكتر من في ناس بتروح لأوناجم، في ناس شايفه أوناجم قوي، وأوناجم الوداد بيقولوا يعني هم بيقولوا يعني ان أوناجم الوداد يختلف تماما عن أوناجم الزمالك. ده حقيقي يعني هو أوناجم في مباراه يمكن شويه ضايع انفراد كان سهل جدا، ولكن هو مش هو نسخه أوناجم اللي احنا عرفناها في نادي الزمالك، وحتى قبل ما ينضم لنادي الزمالك كان مع الوداد واحد من افضل الاجنحه الموجوده في افريقيا. فهو لقى نفسه تاني مع الوداد وكمان خد الثقه بشكل كبير، وبقى يلعب دلوقتي اساسي مع زهير المترجي قدام، اثنين عناصر طبعا مش سهلين، ولكن انت تقدر بافكار فنيه بسيطه ان انت تحجم هجوم الوداد، وده اللي هنتكلم عنه. هيهاجم الوداد هنا؟ تعتقد انه جاي يلعب جيم مفتوح قدام الاهلي، ولا جاي يطلع باقل خسائر وهيلعب جيم مقفل يعني جيم مقفول؟ يعني من متابعة الإعلام المغربي أنا شايف أنه واضح أنه هم عايزين يخرجوا بنتيجة معينة. اتعادلت تمام، أنا ده اللي أنا عايزه، فرق هدف كمان مش هيخضني، لو خسرت فرق هدف بالنسبة لي في ماتش العودة على ملعبي هقدر أتدارك الموضوع، فهم بيلعبوا على أقل الخسائر، على أقل الخسائر الممكنة في القاهرة، عشان كده ما اعتقدش ان هو هيندفع تماما. طيب. هو اسلوبه في ملعبه حاجه واسلوبه بره ملعبه حاجه تانية خالص. طيب تعال نشوف الارقام اللي معانا، نبدا باللعيبه على مستوى المشاركه والفعاليه، لعيبه الوداد في الموسم الحالي في دوري ابطال افريقيا، الارقام دي مش متعلقه بالموسم اجمالا، لكن بتكلم على موسم دوري ابطال افريقيا. خلينا نبدا مع الحارس المرمى في البدايه، هو يوسف المطيع، تعودنا على التكناوتي اللي كان موجود. ايه قصه التكناوتي يا فاروق؟ يمكن احنا معانا احصائيات الاول. طب يلا ناخد الاحصائيه على الشاشه يلا. هو زي ما قلت لك ان هم افضل فريق دفاعي في البطوله، دخل مروان بس 4 اهداف في 10 مباريات، وده رقم قليل مش رقم كبير، سجلوا 10 اهداف مش أهداف. رقم كبير برضه مش رقم كبير، زي ما قلت لك هم اعتمدوا اكتر على التنظيم الدفاعي والاداء الدفاعي، اهداف من ضربات ثابته هدف واحد، لكن دايما لعبهم حتى لو مش ضربه ثابته بيقدروا يسجلوا من كرات متحركه عرضية. لكن شبه الضربات الثابته وهي الضربات الراسيه والكرات صحيح. العرضيه الكورتين بتوع سان داونز كور عرضيه معانا الكورتين يسجلوا منهم يعني اهداف من داخل المنطقه 73 محاوله منهم 7 اهداف، اهداف من خارج المنطقه 33 محاوله منهم هدف وحيد، اهداف بالقدم اليسرى هدف وحيد، اهداف باليمنى 4، اهداف بضربات راسيه 3، متوسط الفرص المؤكده في المباراه 1.6، 10 اهداف طبعا في اهداف اون جول، يعني الجون الثاني بتاع سان داونز احرزه مدافع سان داونز في اهدافهم مرمى. كلها لو رجعت بصيت عليها شبه بعض كلها اغلبها شبه بعض يعني يا تصويب يا كوره عرضيه تمام، يا تصويب يا كوره عرضيه، متوسط اهدار الفرص المؤكده 1.1، طبعا ارقامهم حتى في صناعه الفرص واهدار الفرص مش كبيره لان هم ما بيصنعوش فرص كتير. متوسط التصويب في المباراه 10.6، وده رقم عالي لان هم بيعتمدوا على لعيبه وسط الملعب، اغلبهم لعيبه جيده جدا في التصويب، ولازم النادي الاهلي طبعا بعد ماتش النهائي طبعا في البلوك ده لازم يبقى البلوك مهم جدا اسمنت مسلح، واعتقد خلاص يعني تحليل الاداء دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي بقى يعني طبعا.
سهل المأموريه اكتر. متوسط المراوغات الناجحه 7.7، متوسط ضربات ركنيه 4.9، متوسط استحواذ 52.1 في المباراه الواحده طبعا، متوسط تمرير 322 تمريره في المباراه بنسبه دقه 80%، تقترير اب 80 وي، متوسط تمرير طولي في المباراة الواحدة تقريبا 30 تمريرة بنسبة دقة أو نجاح 54%. طيب متوسط العرضيات 4.3 كرة عرضية في كل مباراة بنسبة نجاح 24%، يعني كرة واحدة في كل مباراة بتنجح. أنا بتكلم متوسط طبعا. متوسط إفساد هجمات 16.7، متوسط التحامات 52 التحام بنسبة نجاح 51%، متوسط خسارة الكرة 125 مرة في كل مباراة. رقم كبير متوسط خسارة الكورة عندهم، رقم كبير لأن هو زي ما قلت لك هم بيعتمدوا هي أرقامهم يعني أنا ما حطيتش طبعا في الخانة التانية عشان ما أشغلش من دلوقتي بالمقارنات، لكن لو حطيت الأرقام دي جنب أرقام الأهلي هيكون شتان الفارق. طبعا النادي الأهلي أعلى فنيا وده واضح، زي ما قلت لك نسخة الوداد اللي قبل سفين كانت بالنسبة للنادي الأهلي لو هتقارن، لا الأهلي أعلى فنيا بشكل كبير. انت طالما بتلعب على ملعبك ولما بواجه فريق انا اعلى منه فنيا لازم ما ادلوش التريجرز او العوامل اللي تخليه يقرب من مرمى عندي. العوامل دي بتيجي ازاي؟ اقلل من المخالفات في وسط ملعبي والمخالفات اللي موجوده على حدود منطقه الجزاء، مش بس هم خاطرين في كمان المخالفات اللي بيصوبوها على المرمى بشكل مباشر بسبب وجود الظهير الايسر عطيه الله، واحد من افضل اللعيبه اللي بيسدده وسجل حتى هدف في المباراه الاخيره من كره ثابته، وحتى الضربات الثابته اللي موجوده من الجنبين لما بيلعبوها دي الخطوره اللي موجوده، الكروس كمان بتاع الضربات الركنيه. انا في ملعبي ما اديهمش الفرصه ان هم يقربوا من المرمى، ما اديهمش لا المخالفات ولا الضربات الركنيه، مش هيقدروا من اللعب مفتوح يسجلوا بشكل كبير. ما اعتقدش ان هم فنيا هيندفعوا هيعتمدوا على اللونج باس، وحتى في الارقام اللي شفناها اللونج باس عندهم عالي جدا مقارنه بالشورت باس، لان هم في خارج ملعبهم قلنا بيلعبوا على جمله واحده، حتى كان بيعتمد جريدو على حميد احداد في المباراه اللي خارج ارضه بسبب سرعته، ولما بيلعب اللونج باس بيقدر يسبق المدافعين. لكن مع سفين شويه اتغير وبدا يلعب المهاجم السنغالي اللي بيقدر يستلم الكوره ويبني شويه اللعب، ولكن ضد النادي الاهلي الكوره مش هتبقى معاهم. اهم حاجه انا ما اقربهمش بالمرمى وما اديلهمش الفرصه ان هم يبقوا قريبين او يشكلوا اي خطوره على مرمى النادي الاهلي. طيب نروح للارقام اللاعبين المؤثرين دفاعيا وهجوميا. في البدايه انا عايز اتكلم على حارس مرماهم يوسف مطيع. هو فرق معاهم بشكل كبير جدا، ولولاه في ماتش سان داونز خلينا نقول ان هو اولا نجم المباراتين في سان داونز، افضل لاعب في الفرقه من حيث التقييمات، فده دليل ان هو حارس جيد على المستوى المحلي، كمان كان نجم مباراه المغرب التطواني، فهو اغلب المباريات اللي لعبها سبحان الله بقى نجم واتيحت ليه الفرصه. عارفين التكناوتي كان حارس شويه، انا عايز اقول لك ان يوسف المطيع هو افضل من مع ان التكناوتي حارس دولي يعني، لكن يوسف المطيع في المباريات الاخيره اثبت ان هو يعني ادى الوداد المسؤوليه. وكان في انفراديين في الماتشين الاخيرين، يعني ماتش المغرب التطواني وماتش سان داونز قدر يصدهم، هو اهداف محققه. احنا بنتكلم على حارس اضاف للفريق 28 سنه طوله 193، ويعني بيمتاز بالخروج في الكرات العاليه، جريء جدا. اي انفراد بيخرج بشجاعه بشكل كبير، فيعني احنا بنتكلم على حارس المرمى بس ما شاركش معاهم في كتير في من الماتشات، يعني لان هو حارس بديل. ما انا عارف يعني مشاركاته الموسم ده معاهم 5 مباريات فقط لا غير، وما احتاجش وقت عشان يثبت نفسه. صحيح، حتى نفس المثال عندنا في النادي الاهلي لما احتاج علي لطفي يبقى موجود، وبعد كده مصطفى شوبير برضو اثبتوا كفاءه، فالحارس الجيد اللي عنده شخصيه من المباراه الاولى ليه بيقدر يثبت كفاءته وارقامه. صحيح، حتى بتدل ان هو يعني من افضل اللعيبه اللي موجوده. تواجد مرتين في التشكيله المثاليه في دوري الابطال، وخرج 3 مرات من اصل 5 شارك فيهم كلين شيت. حارس جيد، ارقام جيده وحارس جيد. يمكن طيب. بعد كده معانا المهاجم السنغالي بولي سامبو. سامبو ايه قصه بتاع ده؟ هداف الفريق صح؟ هداف الفريق لانه طبيعي، لان هو مهاجم وهي حتى اهداف يعني الاهداف مش عاليه، احنا بنتكلم في 4 اهداف وحواليه اللعيبه حتى المترجي ونجمه، لكن هو هداف الفريق على مدار الموسم في كل، مش بس في دوري الابطال، في كل البطولات، في كل يعني اعتقد مسجل معاهم 12 هدف الموسم في الدوري المحلي، مسجل اكتر كمان من دوري الابطال. هو مهاجم لو قارناه بنبنزا المهاجم اللي كان موجود في النسخه اللي فاتت هو اقل من بنزا، لان بنزا زي ما كنا عارفين ان هو مهاجم قوي في الالتحامات بشكل كبير شويه، سامبو بيعتمد عنده سرعه افضل من بنزا، يعني هو شكل مختلف ومواصفات مختلفة. عنده 24 سنة، مهاجم صغير 183، مهاجم طبعا عملاق، شارك في 9 مباريات سجل 4 أهداف وأهدر 3 فرص مؤكدة.
التمريرات عنده مش افضل حاجه، 62% نسبه نجاح التمريرات، ودي نسبه قليله شويه. متوسط تصويب على المرمى 1.8، ومش هو اللاعب اللي بيصوب على المرمى. لو جينا للتصويب على المرمى بنتكلم على لعيبه زي يحيى جبران، يحيى جبران وعطيه الله والمترجي. هو زهير مترجي جاي من اصابه وراجع من اصابه، ما لعبش الماتش اللي فات، وبس هو موجود. وتمت اراحته وتمت تأهيله للمباراة، يعني جاهز، لكن جاهز مع ونجم بنسبة كبيرة هيبقى هو ونجم اللي موجودين. شايف ان فرص مشاركته كبيرة في المباراة، بنسبة كبيرة هيبقى موجود، ولو ما تواجدش فبديله سيف بوهرة، لاعب قوي، لاعب سريع، لاعب خطير جدا برضو. انا كنت بشوف ان هو بيتم تفضيله شوية عن ونجم مع جاريدو، لكن حاليا ونجم مع سبين هو اللي بيتواجد بشكل اساسي. طيب بعد سامبو معانا يحيى جبران، طبعا لعيب معروف طبعًا. بطل، واحد من ابطال المنتخب المغربي، في واحد من اكثر اللعيبه المميزه اللي كانت موجوده، هو وعطيه الله، اثنين لعيبه كانوا موجودين في مع المنتخب المغربي في الدوحه. 31 سنه، الكابتن الفريق، ولاعب مهم جدا، كان موقوف في الماتش المحلي الاخير، ما شاركش في مباراه المغرب التطواني، فهو كمان ما لعبش، فمعدله البدني ممكن يكون جيد عكس اللعيبه اللي لعبت اخر مباراه. مشاركته 10 طبعا، شارك هم لعبوا برده زينا يوم 29 أعتقد. يوم 29 لعبوا تقريبا في نفس اليوم، بس هم لعبوا مباراتين، النادي الاهلي لعب 3 مباريات، هم لعبوا مباراتين النادي الاهلي، بس الاثنين وقفوا او خلصوا مشاركتهم المحليه يوم 29، بالتالي عندهم تقريبا تقريبا يعني نفس الفترة، اسبوع ست ايام عشان يحضروا المباراة بالظبط. الاهداف هدف واحد، لان هو لاعب ارتكاز مش مطالب ان هو يسجل اهداف. صناعة الفرص هدف واحد، بيمتاز بالتصويب، تواجد في التشكيلة المثالية طبعا مرتين. متوسط تصويب على المرمى 0.7، اقل من تصويبة واحدة في كل مباراة، لانه شوية في الفترة اللي فاتت بقى يتسند له ادوار دفاعية اكتر، ما بقاش يتواجد، وبيعتمدوا على زهير المترجي اكتر في وعلى التواجد على حدود منطقة الجزاء. متوسط تمرير بنتكلم على نسبة عالية، 87% تقريبا تمرير في كل مباراة، 87% نسبة دقة، 87% نسبة عالية. التمرير الطولي واحد من افضل لعيبه، بيشبه شوية عمرو السولية في النادي الاهلي، التمرير الطولي بتاعه 60%، وده نسبة للتمرير الطولي جيدة، مش سيئة. متوسط المراوغات 86، ما بيراوغش كتير، عشان كده النسبة عالية. معدل ارتكاب الاخطاء 2.7. متوسط الالتحامات 47%، التحامات ناجحة، وخمس التحامات. لو هيلعب قبل ما تكمل بقية الارقام، لو هيلعب بطريقة دفاعية اكتر، هو طريقته المفضلة 4-2-3-1، لكن لما لعب قدام سان داونز في جنوب افريقيا وكان محتاج انه ما يخسرش، لعب 4-3-3. مين الثلاثة الاقرب لمواجهة الاهلي في ماتش الحد؟ جبران، وبنتكلم في يعني هيبقى موجود ايمن حسوني او لا بنسبه، يعني هو بيتواجد مؤخرا وساعات لا، يعني ايمن حسوني شويه لاعب هجومي مندفع جدا للامام، بيشبه شويه بن رمضان في الترجي، دايما عنده النزعه الهجوميه شويه، ممكن يسيب مساحات في وسط الملعب، عشان كده الدودي ممكن يبقى موجود، زكريا الدودي بنسبه كبيره يبقى موجود مع جبران، وطبعا زهير، ولا لا زهير جناح، هيبقى جناح. الجعدي اللاعب وسط الملعب الثالث هيبقى الجعدي وجبران ودودي، جلال الدودي لاعب دفاعي، واعتقد الثلاثي ده هو الاقرب للتشكيل بتاع خط. الحسوني ممكن ما يبداش بنسبه، ايمن الحسوني ممكن ما يبداش بنسبه كبيره. معانا كمان امين فرحان، ومعانا يحيى عطيه الله. احنا حابين نتكلم اكتر عن يحيى عطيه الله، فخلينا نقول امين فرحان، على الرغم انه مشاركته قليله، لكن الحقيقه برضو واحد من اللعيبه اللي ارقامه كويسه مع هو مش بنسبه كبيره، ممكن ما يشاركش. هو سجل في المباراه الاخيره ضد المغرب التطواني وشارك، ولكن بيشارك زولا في المباريات الافريقيه، شارك زولا تمام. طب نروح ليحيى عطيه الله، فممكن ما يشاركش. يحيى عطيه الله طبعا واحد من زي ما قلنا من اللعيبه اللي كانت موجوده في كاس العالم، ولما احتاجه المنتخب المغربي ضد بقى المنتخب الفرنسي وضد نجوم العالم، كان واحد من اللعيبه الاساسيه، اللعيبه الجيده اللي قدمت مستوى قويه جدا وانت بتتكلم ان هو احتاجته فجاه في مباراه قويه جدا، وقدم كان مرشح ان هو يبقى موجود في الدوري الفرنسي، لكن رغم كده ضغط جماهير الوداد عليه فضل ان هو يكمل الموسم ده كمان مع بعد كاس في الانتقالات الشتويه، فضل ان هو يكمل لاخر الموسم، لكن بعد نهايه الموسم اعتقد ان هو خلاص متفق في الدوري الفرنسي. 28 سنه، شارك في كل المباريات، ال10 مباريات، صنع هدف وحيد زي ما قلنا، سجل في المباراه الاخيره المحليه، تواجد في التشكيله المثاليه ثلاث مرات، واعتقد ان هو الظهير الايسر اللي هيتواجد في التشكيله الاساسيه بعد البطوله كمان. ده بتاع تاو ده. لا ده ظهير ايسر بتاع تاو، بتاع بيرسي تاو. هتبقى مواجهه مباشره مع بيرسي تاو، بيرسي تاو على يحيى عطيه الله، وغالبا يعني الشحات او عبد القادر اللي هيشوفه مستر كولر
هيبقى اعتقد ناحية الشحات بنسبه كبيره هيبقى الناحيه الثانيه. العملود برضو واحد من الاظهره الجيده جدا، بن عياده مش موجود الظهير الجزائري، ولكن العملود واحد برضو من الاظهره اللي لا تغفلها، هجوم دفاع بيرتد بشكل كويس، ظهير دولي كمان. فاحنا بنتكلم الاثنين الاظهره عندهم سواء عطيات الله او العملود هي نقطة قوة كبيرة للوداد، ولكن تقدر تستغلها النادي الأهلي لأن هم أظهرة متحركة ما بيثبتوش ورا، مش أظهرة دفاعية بالعكس، لما بتبقى معاهم الكورة بيندفعوا للأمام، وشوية مع الحماس في المباراة هتلاقيهم بيزيدوا، وده ممكن تستغله شوية الأجنحة طمحهم بالظبط تسحبهم يطلعوا من المنطقة بتاعتهم، وازاي تخلق بيرسيتاو مع حسين الشحات وسرعتهم، عندنا السرعات خصوصا إن أنت لو واجهت الاثنين قلوب دفاع مواجهات مباشرة أنت يا هتاخد ضربة جزاء يا هتعدي. بص الوداد الترجي الرجاء الثلاث فرق دول تحديدا يعني لما بتسجل فيهم الاول بيبقى سيناريو المباراه سيناريو تاني خالص، وعلى عكس تماما لو اديت لهم فرصه ان هم يسجلوا فيك الاول مع شمال افريقيا بتبقى الدنيا زي ما قلت لك ما تدهمش اي فرصه يقربوا حتى من المرمى يعني بالكور. انت لو تفتكر دور قبل النهائي اللي انت واجهت فيه، انت قابلت الرجاء مرتين في ادوار اقصائيه في بطوله افريقيا السنه دي والسنه قبلها، وقابلت الوداد في قبل النهائي النسخه اللي قبلها، المواجهات مكررة سهله جدا يعني فاهم، اللي تبقى شايل همه تلاقي نفسك بتلعب هناك وهنا. على فكره مش بتكلم هنا بس، بتكلم هناك وهنا، تلاقي الدنيا سهله جدا، مجرد ما بتكسب بتفوق بتكسر الحاجز ده الدنيا بتبقى. لو رجعنا لماتش الرجاء هناك ملعب مرعب جدا، اول ربع ساعه عدت من المباراه خلاص انت افضل، انت ممكن كمان ان انت تستحوذ على الكره في ملعبهم، اول ربع ساعه بتبقى مرعبه ضد الفرق المغربيه، وده شيء معروف، بتلاقيهم حتى اللعيبه بيطلعوا طاقه زياده عن طاقتهم المعتاده فاول ربع ساعه، لان الجماهير بتبقى متحمسه جدا، بيبقى الملعب كله متحفز ومستني المباراه، واول ربع ساعه بتبقى عنيفه جدا، قدرت ان انت تخرج منها بدون اهداف او بدون ما تستقبل اهداف ده بيفرق معاك جدا في بقيه المباراه. على عكس هنا لو انت ما اديت لهمش الفرصه ان هم يقربوا من المرمى مش هيبقى في منهم اي خطوره، خصوصا ان هم حاليا حتى هجومهم في كلام عن صفقات جديده هتجيلهم في الموسم الجديد، لكن العناصر الهجوميه بتاعتهم برضو يعني مش افضل حاجه، خصوصا في المرتدات ما عندهمش اسلوب لعب في المرتدات خطر تقدر تتكلم في خطوره زي سان داونز على سبيل المثال اللي انت كنت بتتكلم في المرتدات، هو باصتين ثلاثه ممكن يوصلوا للمرمى، لا الوداد شويه لو انت قفلت عليهم اللونج بول اللي بتتلعب للمهاجم. اللونج بول دي مين اكتر ثنائي في الاهلي يتعامل معاها من وجهه نظرك؟ طبعا محمد عبد المنعم واحد من افضل اللعيبه اللي بتقرا اللونج بول وبيعرف امتى يغطي وامتى يسيب المهاجم. في جم منعم تحب تفضل في القاهره؟ انا افضل في القاهره يتواجد متولي بنسبه كبيره شويه، انا حاسس ان ياسر اللي هيبقى موجود ولكن انا اتواجد في القاهره ان انت هتبدا الكره معاك وتحاول تبني من ورا، انا افضل ان يبقى موجود متولي في ماتش العوده مع شفنا في ماتش الرجاء ياسر كان موجود كان بطل وفي كل الالتحامات، فانا افضل في ماتش العوده ياسر، في ماتش القاهره افضل يبقى موجود متولي مع الدنيا. طيب نروح ناخد سريعا كده بعض الاحصائيات المرتبطه بمشاركات الوداد في البطوله، واحد من اهم ارقام الوداد في بطوله دوري الابطال السنه دي انه اقل فريق استقبل فيه البطوله اهداف من 10 مباريات استقبل 4 اهداف، متوسط في مباراه 0.4 هدف في كل مباراه، هو لعب 10 ماتشات استقبل 4 اهداف. ممكن دي من الاحصائيات النادره اللي مش هيتواجد فيها النادي الاهلي من اول 3 او من اول 5 بسبب طبعا مباراه سان داونز هي فرقت شويه في الاحصائيه دي، لكن دي لو اتشالت ارقام الاهلي تروح في حته ثانيه خالص، خصوصا انه لو اتكلمنا من بعد الماتش ده تقريبا ما فيش فيه اهداف، ما فيش غير هدف وحيد في الاهلي اهداف فيها. نروح كلين شيت 7 للاهلي، الوداد متساوي مع النادي الاهلي بسبب حارس مرمى اللي بيقدر ان هو زي ما قلنا يتصدى للانفرادات بشكل كويس، للتصويبات بشكل كويس، ما عندوش الاهتزاز بتاع بقى بن شرفيه والحارس الترجي اللي شفناه كمان البديل ليه، وحتى تكناوتي كان عنده شويه اخطاء كده مش هتبقى موجوده شويه عند يوسف المطيع، ومن وراهم الترجي طبعا في المركز الثالث زي ما اتكلمنا الاسلوب المغربي المحفوظ. احنا بنتكلم على دي الفرص المهدره، الفرص المهدره بترو اتلتيكو دي احصائيه غريبه شويه ان بترو اتلتيكو خارج من بدري ورقم كده 14 فرصه مهدره وهو في الصداره، بعد غير خط هجومه كله، لازم غير مشي الفراوده اللي عندك كلهم كل الفرص مهدره عشان كده ما تاهلوش الرجاء بعد كده ب 12 فرصه، وبعد كده النادي الاهلي والوداد، دايما كل الاحصائيات هتلاقي فيها النادي الاهلي والوداد وده شيء طبيعي لان هم الفرقتين اللي كملوا في المباراه. هو مستر كولر بعد ماتش سيراميكا كان بيعلق على الفرص المهدره انه رغم انه الاهلي هجومين قوي جدا في افريقيا وفي الدوري المحلي وهو الاقوى خط هجوم في البطولتين وسجل عدد كبير من الاهداف، الا انه نسبه الاهداف اللي تم تسجيلها مقارنه بالفرص المؤكده اللي تم صناعتها
نسبه قليله جدا عنه. ودي واحده الله يكون في عونه. مباراه الترجي دي اي مدرب اي مدرب بيتفرج على الفرص المضاربه فيها الله يكون في عونه. الله يكون في عونه. طيب نروح للي بعدها. خلينا في اللي بعدها دي عشان عايزين نتكلم عنها. ممكن نرجع لها ثانيه واحده تاني بتاعه اللونج بولز الكرات الطوليه الرجاء الدقيقه. الرجاء في الصداره ب 35 ده متوسط اعتقد الكرات الطوليه وبعد كده الوداد. فاحنا بنتكلم اسلوب الانديه المغربيه معروف. لو بصيت على كل الماتشات اللي واجه فيها النادي الاهلي الانديه المغربيه هتلاقي اسلوب لعبهم واحد، بيسجلوا الاهداف بطريقتين، اما التصويب اما الكرات العرضيه سواء من مخالفات او كرات ركنيه او حتى كرات متحركه بس هتبقى عرضيه. بس الحته دي خليني اقول برضو ملاحظه، يعني الاهلي يمكن في المركز الثالث 32 او 33 كره طوليه كل مباراه، قريب قوي من الوداد، بس الحته دي اتطورت قوي مع مستر كولر. طبعا واحد من افضل اللعيبه اللي بشوفهم بيلعبوها دي مش بس في افريقيا، كمان يعني على مستوى بقى القاره ومستوى عالمي، هو عمرو السوليه. ايوه لاعب ذكي جدا جدا ان هو امتى يلعب، وكمان انا شايف مروان عنده نفس الميزه دي في التكتيك. معلش في التكتيك بتاع مستر كولر اوقات كتير جدا الشحات وتاو الاثنين بيسقطوا تحت وعلى خط النص، وتلاقي القادمون من خلف طالعين حمدي فتحي مره، كهربا مره، كراس حربه، وتلاقي الباص طالع. وقدر النادي الاهلي يسجل منها اهداف الموسم ده مهمه جدا جدا، منها هدف مرمى نادي الزمالك حمدي فتحي وكان دايما حمدي فتحي، ومنها في مرمى بيراميدز بنفس الطريقه. فبرضو انت عندك لما يبقى عندك اللاعب سواء بقى مروان عطيه، عمرو السوليه، اللعيبه اللي بتجيد اللعب اللونج بول ده مهم جدا ليك، لانه حتى مستر موسيماني كان بيعتمد على نفس الطريقه والاندفاع واللعب الكوره العاليه. طيب معانا دقيقه، خلينا ناخد اخر سلايد معانا، الفرص او صناعه الفرص المؤكده بالنسبه للدوري ابطال افريقيا. هنا لنا وقفه، هنا ديليلو كاردز دي، خلينا سيبك من الكروت الصفراء لانه يعني مش هتفرق معانا قوي في قرايه المباراه، لكن خلينا نروح للشانسز كريتد او الفرص اللي تم صناعتها. وهنا الاهلي، ودي لسه مرتبط بالكلام اللي كنت لسه بقوله انا وفاروق، اكتر فريق صنع فرص في البطوله 17 فرصة، وراه ممالدي سان داونز 16 فرصة، رجا كازابلانكا 14، بترو اتلتيكو 14، ثم الوداد في المركز الخامس 13 فرصة. ده معناه ان النادي الاهلي عنده زي ما اتكلمنا اهدار شوية للفرص، محتاج ما اعتقد مع وجود راس حربة بقى، راس الحربة المنتظر في النادي الاهلي، الاحصائية دي هتختلف. انا بس نقطة اخيرة اتكلم فيها، كنت بسمع امبارح راديو مغربي اتكلم على مباراة يوم الاحد، انه بالمباراة يوم الاحد وقالوا ان احنا تاني يوم عندنا شغل، ليه المباراة ما اتلعبتش السبت؟ هو في نهائي دوري الابطال، دوري ابطال اوروبا، فعشان كده لعبوا المباراة الاحد. كانوا بيتكلموا ان اللوائح بتقول انه لازم يبقى في فرق 7 أيام ما بين المباراتين، انا قريت اللوائح ما لقيتش الموضوع ده، البند ده. لكن احنا بقى على العكس، احنا بنلعب المباراة يوم الاحد وهو يوم شغل، الجماهير المطالبه ان هي تحضر المباراه كلها تاخد اجازات، لكن اغلب مباريات او كل مباريات دوري الابطال اتلعبت جمعه وسبت. فانت عندك جمعه وسبت، عندك كونفدراليه تتلعب السبت، ليه الماتش ما يتلعبش ذهاب والجمعه والحد؟ حتى لو هتلعب هناك في يوم اجازه، يوم عندهم يوم الحد، العب الماتش العوده يوم الحد، لكن انت عامل الماتشين يوم الحد، فرق ما بينهم 7 أيام. فدي افضليه للوداد طبعا، داخل فيها تفاصيل كتير بالزبط. وتسويق ورعايه واعلانات وبث تلفزيوني. نتمنى ان شاء الله الملف مفتوح يوم السبت، مقارنه بقى، هنقف على المقارنه بين الاهلي والوداد في كل التفاصيل، سواء على مستوى المراكز او على مستوى الارقام والفعاليه. الوقت بعدي معاك كالعاده بسرعه فاروق، استمتعنا بيك وبوجودك، مبسوط ان انا شفتك النهارده، كل الشكر ليك على وجودك معانا. شكرا يا احمد، انا دايما ببقى مبسوط، وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادره ان هي تحقق الانجاز القاري المنتظر لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. النجم ال 11 من نصيبنا باذن الله، وحلقه السبت ان شاء الله مستمرين معاكم في ملف الاهلي والوداد نهائي دوري الابطال. بشكركم على المتابعه وتحياتي ليكم.